خير ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم رايكم شباب اكيد مستمرين معاكم لمده ساعه كامله فقرات متنوعه وضيوف مميزين مساء الخير احمد مساء الخير من مساء اكيد بخير على مشاهدينا اليوم في حلقتنا راح تشوفون نماذج نسائيه مبدعين في مجالاتهم احنا دائما اكيد نفتخر صحيح في خواتنا بابداعاتهم واهتماماتهم وهذا دائما اكيد شيء يرفع الراس ونرحب فيهم في استديو رايكم شباب اكيد اليوم بالضبط راح نتكلم عن مؤتمر المراه العالمي ومسابقه البرمجيات مع أرول جاسر منسق مجموعه صناع التقنيه النسائيه جوجل الكويت وايضا زينب محمد منسق مجموعه صناع التقنيه النسائيه جوجل الكويت اكيد وبعدها راح تكون معنا الاستاذه امل سعد الدين هي لايف كوتش راح اكثر عن التطوير الشخصي دائما نسمع باللايف كوتش خلينا نتعرف اكثر على هذا المجال وشو ممكن الشخص يطور من نفسه صحيح يعني اليوم تطوير الذات ومخاطبه الذات شيء مهم للانسان صحيح. يمكن الايام يعني اللي فاتت او الـ الـ الاجيال اللي قبل ما عندها مهاره المخاطبه مع الذات صح. فيفتقدون مهارات معينه كل انسان عنده خلينا نقول نقاط قوه ونقاط ضعف فالانسان لازم يكتشف نفسه يعرف شنو نقاط قوته نقاط ضعفه شنو يسوي بنقاط الضعف يشتغل على نقاط الضعف هذه صحيح. نقاط القوه هم من يشتغل عليها ويستقلها لان لكل انسان قدرات صحيح. فحلو الانسان يخاطب نفسه وذاته ويعرف شنو هو ضميره يسمونه بعلم النفس الاناء السلام. اللي هي كلمه انا منو انت؟ صحيح ايش رايك فيني وانا بعد نظاره وداش المود على قاعد اشوف مع النظاره شويه شخصية صارت اكثر عن اللايف كوتش لكن فعلا اليوم هذا الموضوع وهذا المجال خلى حيز كبير في مجتمعنا نشوف ان اللايف كوتش صار له دور مؤثر في خلينا نقول في المجتمع، الناس بدات تنتبه لهذا المجال، فنتعرف اكثر شو ممكن فعلا الشخص يطور من نفسه، وكالعاده في حلقتنا في برنامج رايكم شاب عندنا فقره مع زميلنا المهندس محمد الصحاف، يتكلم اكثر عن الديكورات والامور اللي تخص الديكور الواحد ممكن يستفيد منها فعليا، نشوف هذا التقرير معاكم ونرجع من بعدها. مساء الخير ورجعنا حق الفقرة الأسبوعية اللي نتكلم فيها عادة بالتصميم والديكورات وشلون احنا ممكن نستفيد من المساحات الداخلية وشلون نوزعها بالأثاث والألوان والأمور هذه كلها اللي تخص بيوتنا واللي تهم وايد أسر قاعدة تتابعنا اليوم. اليوم ودي أتكلم عن جزء وايد مهم في البيت ويمكن وايد أسر عندهم مشكلة في هال أو او خلينا نقول صعوبة في انهم هم يستغلون هذه المساحة اللي هي غرف الأطفال. وايد ناس مثلا يلاقون الصعوبة في موضوع غرف الأطفال. وايد مهم ان احنا نحرص ان نفرق كل غرفة عن الثانية. ويكون لها روح خاصة فيها تناسب الطفل اللي بيكون في هذه الغرفة. طبعا احنا عندنا خلينا نقول فئتين زين اللي هي مثلا خلينا نقول فئه البنات او فئه الصبيان وبنفس الوقت العمر يفرق معانا من فئه لفئه يعني ما ينفع احنا مثلا نصمم غرفه حق طفل عمره مثلا خمس سنوات نفس غرفه طفل عمره عشر سنين او مثلا طفل خلينا في مرحله المراهقه 15 او 16 سنه او مثلا المرحله الجامعيه كل مرحله من هالمراحل كل طفل فيهم يحتاج احتياجات معينة تناسب حياته اليومية في هالغرفة. أه خلونا نتكلم من ناحية الألوان، من ناحية الأثاث، من ناحية الديكورات، الكسوارات، الإضاءة حق غرف الأطفال. أول نقطة ودي أتكلم فيها اللي هي موضوع الألوان الداخلية اللي ممكن نستخدمها حق غرف البنات أو غرف الأولاد. من الالوان الاساسيه واللي انا افضل ان احنا نستخدمها الالوان الحياديه والالوان الحياديه ممكن نختصرها بثلاث الوان رئيسيه اللي هو الابيض ودرجاته الرمادي ودرجاته والبني ودرجاته ولما نتكلم عن اللون الابيض فاحنا ما نتكلم بس عن الابيض الصريح ممكن نتكلم عن الاوف وايت الحليبي الاشياء الالوان هذه الرمادي نفس الشيء البني مثلا نتكلم عن البيج ودرجاته فهذه الالوان اللي هي ممكن تتماشى مع اي قطعه اثاث احنا ممكن نوفرها في هذه الغرفه او اكسسوارات من لوحات او ابجورات اضاءه او قطع السجاد مثلا او حتى الستاير او بما فيهم مثلا لو كنا احنا مثلا حابين يكون في عندنا ورق الجدران على الحوائط. فالثلاث الوان هذه راح تكون جدا مناسبه ان احنا نستخدمها وما تاثر لنا على الجو العام او ديكورات الغرفه نفسها. بالاضافه الى ان احنا دائما لما نتكلم عن الوان غرفه البنات دائما يخطر يخطر في بالنا اللون الوردي بينما الصبيان مثلا او الاولاد مثلا اللون الازرق. مو بالضروره ان دائما تكون غرف البنات الطابع الوردي هو اللي سائد فيها او الطابع الازرق مثلا في غرف الاولاد. ممكن في الوان ثانيه تعطي الاحساس الانوثه او اللي احنا نبيه ونحافظ على خصوصيه غرفه البنات، مثل اللون مثلا المشمشي بدرجاته، اللون البنفسجي بدرجاته مثلا، ويكون خلينا نقول مو اللون اللي ماخذ المساحه الاكبر في الغرفه، ممكن يكون مثلا هو اكسسوارات الغرفه، ممكن لوحاتها، ممكن الارفف اللي احنا ممكن نستخدمها، مثلا زخرفه معينه في ورق الجدران او مثلا الستاره نفس الشيء. ونفس الكلام ينطبق على مثلا غرف الصبيان او الاولاد مثلا تكون مثلا اللون الاخضر بدرجاته مثلا اللون الازرق بدرجاته ممكن ندخل اللون البرتقالي بدرجاته مثلا بدرجات معينه مثلا وتعطي الشراحه حق الغرفه من غير ما نحس ان الغرفه صارت ضيجه علينا لان الالوان صارت غامجه مثلا فيها والالوان هذه اللي احنا قاعدين نتكلم عنها تتماشى مع الثلاث الوان الاساسيه اللي احنا تكلمنا فيها بالبدايه اللي هي الابيض والرمادي والبني. اي لون من هذيله لو دخلنا عليهم الالوان اللي تكلمنا عنهم الثانيه راح تلاقونها جدا مناسبه وتتماشى مع الذوق العام وتناسب اي اسره او طفل داخل هالغرفه. من المواضيع الثانيه والنقطه الثانيه المهمه اللي انا ودي هم عنها وهذا شوي يمكن ترجعنا على تصميم المعماري في بداية المخطط لما نتكلم إحنا مثلا عن غرف البنات لازم نحرص أن غرفة البنات تختلف تصميمها المعماري عن غرف الأولاد غرف البنات دائما البنات عرفنا انهم مثلا يصيرون ساعات رفيجات اكثر، قراب على بعض اكثر، ممكن يستخدمون نفس الغرفه، ممكن يتشاركون مثلا في غرفة الملابس على سبيل المثال ممكن يسوي لهم غرفة مثلا تكون بالنسبة لهم كأنها صالون صغير دائما البنات يحبون هذه الأجواء لأنه قاعد يقضون وقت أكبر في الغرف مقارنة بالأولاد بينما مثلا الأولاد نكتفي أنه ممكن يكون عنده غرفتها الخاصة بغرفة ملابسة أو مثلا يكون في شيء مشترك بينه وبين أخوه ما يمنع عكس البنت اللي هي راح تفضل لأن دائما البنات لما يوصلون عمر معين بالذات خلينا نقول العمر المراهقه دائما البنات يبتدون يتلابسون يبتدون يستخدمون اكسسوارات بعض ملابس بعض تلاقون سبحان الله بجد تصير فيه اشياء مشتركه بينهم الخوات فليش نخسر هذه الميزه اللي ممكن توفر لنا في تكاليف الانشاء وتكاليف الديك التاثيث ووايد امور ثانيه وصدقوني هذا الشيء راح يقرب البنات حق بعض اكثر من لو احنا عزلناهم بغرفتين منفصلين عن بعض. من الشغلات الثانيه اللي هم ودنا نتكلم عنهم ولازم نحرص عليهم في غرف الاولاد او البنات بشكل عام اللي هي الفئه العمريه. ما يصير احنا نصمم غرفه او ناثثها حق نفس الطفل اللي عمره مثلا خمس سنين عن الطفل اللي عمره عشر سنين او 15 سنه او 20 سنه، اكيد احتياجاته راح تفرق، هواياته راح تفرق، استغلاله حق الغرفه يختلف في اختلاف كلي من عمر لعمر. زين احنا شلون ممكن نعالج هالجزئيه وما نضطر ان احنا نط... ان احنا نخسر تكاليف اضافيه عشان نغير ديكور الغرفه او اثاث الغرفه كل خلينا نقول كل خمس سنوات اللي هي ممكن الطفل من من هالمرحله لهالمرحله يحتاج اشياء ثانيه فمهم ان احنا مثلا نختار قطع اثاث سهله بسيطه قابله للتعديل مثلا على سبيل المثال خلينا نقول السرير على سبيل ممكن انه لو كان عندي طفل الحين عمره مثلا خمس سنين ممكن يستخدم سرير قياسه صغير لكن مثلا لما يصير عمره عشر سنين راح نحتاج مثلا سرير فيصير جزء بسيط بتعديل في هال... هالسرير يكبر تكبر مساحته وما نضطر احنا نستبدل السرير هذا لو مثلا صار عمره 10 سنين او حتى 15 سنه وهاي القطع الاثاث متوفره بالسوق بشكل كبير وفيها وايد منتجات توفر الاسره اللي هي قابله للتعديل من ناحيه القياس على اساس ان احنا ما نضطر نغير السرير نفس الشيء خزانه الملابس دائما لما نروح مثلا محلات الاثاث نلاقي مثلا خزانات غرف الاطفال، الخزانه الصغيره ارتفاعها يكون واطي. ما يمنع ان احنا ناخذ خزاين مساحتها كبيره نحسب حساب المستقبل على اساس ان احنا ما نضطر نستبدل هذه الخزانه. يبقى احنا وين ممكن احنا نتحكم او نستفيد من هذه الخزاين بطريقه تناسب المرحله العمريه اللي يمر فيها الطفل. الخزائن من الداخل واكسسواراتها الداخليه هذه بيدنا نحن نغيرها وسهل انها تتعدل فاحنا ممكن مثلا لو عندنا طفل عمره مثلا خلينا نقول فئه ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين يبتدي بهالعمر مثلا انه هو وده انه هو يختار مثلا قطعه الملابس اللي هو يلبسها وده انه هو يبتدي يبدل مثلا مع نفسه بروحه من غير مثلا انه ما يضطر انه يلجا حق شخص كبير او بالغ يختار له الملابس او يختار له القطعه من داخل الخزانة فممكن إحنا نتحكم بالإرتفاعات الأرفف أو علاقة الملابس الداخلية بارتفاعات تناسب عمر الطفل، لكن لما يكبر، انزين، ذيك الساعة إحنا بتعديل بسيط داخل أكسسوارات الخزانة تناسب المرحلة العمرية اللي هو وصلها وبنفس الوقت نحافظ على مساحة التخزين اللي يحتاجها الطفل حسب كل عمر هو يمر فيه. الشغله الثانيه بعد اللي احنا ودنا نستفيد منها وايد ضروري ومهم ان احنا نترك مساحه فاضيه داخل الغرفه، ما نكتفي ان تتاثث الغرفه بالكامل بقطع الاثاث، لان الطفل بالذات خلينا نقول في مراحل العمر الصغير يحتاج مساحه يتحرك فيها، يلعب فيها، يمارس هوايته، ما يحس انه هو متقيد نفس باقي اجزاء البيت. يعني احنا مثلا ممكن يكون احنا مثلا بالصالة ودنا انها تكون مرتبة، ما ودنا الياهل يلعب بألعابه ويسوي لنا خلينا نقول فوضى، او يعني يبقى الياهل يبي حريته اكثر، فراح تكون غرفة نومه هي المنفس له على اساس انه هو يمارس حريته او عفويته وهواياته بكل حرية من غير ما يتقيد. فعند عشان كذي وايد مهم ان احنا نترك له مساحه زين داخل الغرفه يتحرك فيها بكل حريه ما تعيقه قطع الاثاث اللي موجوده داخل الغرفه ان كانت سرير ان كانت مثلا مكتب دراسته ان كانت مثلا تسريحه مع المرايه مالتها فالاشياء هذه جدا تكون يعني دائما نحاول ان الغرفه ما تكون القطع الاثاث فيها في وسط الغرفه خلها نكون نفكر انها تكون جانبيه او في كورنر عشان نعطيه المساحة هذه اللي هو ممكن يتحرك فيها بكل حرية من غير ما ما يضايق الطفل ويمارس هوايته. من الأشياء المهمة بعد لما نكون مثلا حابين أن احنا نستخدم ورق الجدران في غرف الأطفال. حلو أن احنا نستخدم ورق الجدران تعطي طابع حلو داخل الغرفة تناسب المرحلة العمرية اللي قاعد يمر فيها الطفل. لكن لازم نحرص أن نوعية ورق الجدران اللي نستخدمه يكون ووتر بروف، أنه قابل للتنظيف لأن دائما الأطفال صعب أن احنا نسيطر على تصرفاتهم داخل غرفهم، ممكن مثلا بعفوية بسيطة منه مثلا يستخدم قلم يحوش الورق الجدران فاحنا ليش نخسر ورق الجدران هذا بالكامل؟ ممكن يتم تنظيفه بكل سهولة ونحافظ عليه مدة زمنية كبيرة. نفس الشيء لازم تكون نوعية الورق مثلا مو سريعة التلف. ليس مو بسهوله ممكن انها تنشق او مثلا تخترب او انها ممكن شو نستخدم انواع لاصق معينه تحافظ لنا على الأمر الافتراضي حق ورق الجدران هذا. من الاشياء اللي هم نحرص على ان احنا نحافظ عليها في غرف الاطفال خلونا نبتعد عن وايد ناس انا اعرف انهم يحبون مثلا يستخدمون الستيكر الشخصيات الكرتونيه اللي مثلا عيالنا يحبونها مثلا، ما نبي نذكر اسامي شخصيات لان ما شاء الله الشخصيات هذه وايد موجوده. خلونا نبتعد عن هذه الشخصيات لان الطفل كل مرحله ممكن يتعلق بشخصيه كرتونيه معينه، فمو معقوله احنا كل ما طفلنا تعلق في شخصيه نضطر ان احنا نغير ديكور الغرفه. عشان يتناسب مع الشخصيه اللي اليوم الطفل يحبها من الامور الثانيه اللي هو جزئيه الاضاءه الاضاءه طبعا احنا عندنا الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الصناعيه ترى مهم جدا انه يكون في اضاءه طبيعيه داخل غرف الاطفال لان الطفل في مراحل النمو يحتاج الى الاضاءه الطبيعيه واشعه الشمس تحديدا يعني مو بس نكتفي بالاضاءه الطبيعيه أشعة الشمس لازم يكون في عنده أشعة شمس داخل غرفة فعشان نحصل على أشعة شمس تناسب مساحة الغرفة لازم تكون درايش مساحتها كبيرة تسمح بدخول أشعة الشمس لأن كلنا نعرف أن أشعة الشمس تحمل على فيتامين دي وهذا المصدر أساسي في أن الطفل يستفيد من أشعة الشمس الإضاءة الصناعية لو إحنا بنتكلم عنها يفضل ان احنا نبتعد عن الاضاءه المباشره لان دائما الطفل في مراحل العمر النمو زين اشعه الاضاءه الصناعيه ممكن تسبب له ضرر حق عينه فيفضل ان نستخدم الاضاءه الغير مباشره سواء بالاسقف سواء عن طريق الاباجورات سواء بالحوائط اللي هي الاضاءات المخفيه وايد مهمه راح تعطي راحه نفسيه اكبر حق الطفل لما يقضي وقت ثلاث اربع ساعات داخل غرفته في فتره النهار او فتره الليل من الاشياء اللي هم لازم نحرص عليها قطع الاثاث على اساس ان احنا نوفر مساحه بالذات حق الغرف الصغيره اللي هو مثلا لو كنا مثلا نختار السرير ونبي مساحات تخزينيه اكثر ممكن نستغل المسافه اللي هي تحت السرير هنا يستخدم كادراج تخزين ممكن نقول الاسره اللي هي مثلا نظام الدورين لو كانوا مثلا اثنين اخوان او خوات في نفس الغرفه فهذه هم راح نستفيد تعطينا مساحه كبيره، أو مثلا السرير العالي واللي تحت يكون مثلا مكتب دراسه حقه، فهذه كلها أشياء توفر مساحه حق الطفل إنه هو يتحرك بحريه أكبر داخل غرفته من غير ما تضايقه قطع الأثاث اللي موجوده. بالأخير نقطه وايد أنا دائما أوصي فيها وأحرص عليها إنه خلونا لما نصمم غرف عيالنا أو نختار قطع الأثاث اللي هم بيستخدمونها. دائما لجأوا حق اصحاب الاختصاص لانهم راح يفيدونكم وايد في اختياركم حق قطع الاثاث ويقدمون لكم نصائح وايد تهمكم حتى في حجم الاثاث اللي انتم ممكن تختارونه ويناسب مساحه الغرفه اللي متوفره عندكم سواء كانت انتم مصممينها من البدايه او انتم اه توفرت لكم هذه الغرفه بدون ما يكون لكم دخل في مساحه هذه الغرفه شلون انتم ممكن تاثثونها من ناحيه الالوان من ناحيه الكسوارات من ناحيه الاسمه في جزئيه بعدها وايد ودي اذكرها اللي هي الارضيات مهم ان تكون ارضيات الغرفه من السجاد او من خشب الباركي لانها راح تكون جدا امنه وحق الطفل لان دائما الطفل في الاعمار الصغيره يحب انه هو يقعد على الارض على اساس يلعب يلون او يمارس اي هوايه هو يحبها فنبتعد عن السراميك لأن السراميك راح يكون جداً بارد له ومو مريح أنه يقعد عليها فيفضل أن إما تكون الغرفة كلها بالكامل قطعة سجاد أو ممكن نستخدم قطعة سجاد شوي مساحتها كبيرة تعطيه مساحة أنه يمارس أي نشاط هو يحب الطفل على هذه القطعة السجاد أو مثلاً مادة الربل هم ممكن تكون حل بديل حق أرضيات غرف الأطفال مشاهدينا اللايف كوتش او الاستشاره الذاتيه اللي من خلالها الانسان ممكن يقوم او يصلح ذاته فيها تفاصيل كثيره الناس قاعد تحاول تتعرف عليها اكثر في كثير من الاسئله الناس ودها يمكن توصل لاجابه واضحه فاليوم راح تكون معنا ضيفتنا الاستاذه امل سعد الدين عشان تشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع حياك الله استاذه اهلا بك اهلا بك اهلا مرحبا فيك استاذه امل في البدايه نبي نعرف عن مفهوم المحاوره مع الذات المحاوره مع الذات او التواصل م. مع الذات إيه؟ من من اهم الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها في حياته <applause> نقطه مهمه جدا هي عباره عن مهاره بس بتستلزم مننا قدره ان احنا نفهم نفسنا وان احنا نعرف ازاي نتواصل معاها ويبقى عندنا وضوح لهويتنا ان احنا نعرف افكارنا نعرف مشاعرنا نعرف شخصيتنا نفهم احتياجاتنا فكل ما اتضحت الامور بالنسبه لنا وكل ما اتضحت المفاهيم دي في حياتنا كل ما كل لما احنا وعينا زاد وارتفع. فبنقدر نوصل ونتواصل مع نفسنا اكثر وبنقدر نوصل للمعنى المهم جدا اللي هو من اكون انا مين؟ بدنا إن الانسان يتعرف على نفسه، لكن يوم ايش كثر مهم ان الواحد يتواصل مع ذاته بحيث انه يكون قادر يتواصل مع الاخرين، يعني اليوم اللي عنده مشكله مع نفسه او مو قادر يتواصل مع نفسه هل ما يقدر يتواصل مع الاخرين فعلا؟ عنده مشكله في التواصل يكون؟ آه حلو السؤال ده هو اهميه التواصل مع الذات ليها اهميات كتير مه. اولا ان انا هبدا اكتشف نفسي واعرف نفسي كويس جدا مه. وافهمها اعرفها من كل الجوانب مه. زي ما قلنا احتياجاتي وافكاري وكل الكلام ده تمام مه. اهميه تواصلي مع ذاتي ان انا اعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي صح. هبدا كمان اعرف مهاراتي وقدراتي ايه ايه اللي انا شاطر فيه ايه اللي انا مش شاطر فيه مه. انا بعرف ايه ما بعرفش ايه كل ده بيبدا يتضح معايا مع تواصلي مع ذاتي ببدا برضو اكتشف ان انا ايه اللي محتاج تصحيح ايه اللي محتاج يتظبط ايه اللي محتاج ان انا اطوره حلو. كل ده بيبان مع تواصلي مع ذاتي لما بعرف كل الكلام ده طبعا طبيعي جدا عرفت نفسي وفهمتها واكتشفتها اكيد ده هيسهل عليا ان انا اتواصل مع الاخر حلو. لان انا مش عارف اتواصل مع الاخر طول ما انا مش عارف اتواصل مع نفسي حلو. وبالتالي من الحاجات المهمه جدا لتواصلي مع ذاتي ان انا هبدا لما الدنيا دي كلها هتبان معايا هبدا اعرف اخد ازاي اخد قرار صحيح هبدا افهم ازاي اعرف لما هقدر اتتضح قدامي المفاهيم دي والحاجات دي وقدرت اعرف نفسي فبتتسع خياراتي وقراراتي بالتالي قراراتي هتبقى متسعه قدامي فاقدر اختار منها القرار الصح اللي يتناسب معايا طب كل ده في الاخر هيعمل ايه بقى هيخليني اطور من جوده حياتي هعرف ان انا اطور او ان انا اسعى ان انا اخلي او اسعى لحياه افضل من اللي انا فيها حلو. وهو ده التغيير صحيح. اللي احنا بنتكلم عنه. صحيح. فطبعا تواصلي مع ذاتي مهم جدا جدا عشان اعرف اتواصل مع الاخر. اذا هذا شيء حلو. اساسي لابد من وجوده. اكيد طبعا حلو. اكيد. حلو، يعني التواصل مع الذات او نقول مصالحه الذات انه هي الواحد يشوف نقاط ضعفه ونقاط قوته وهم انه يطلع العيوب اللي هي موجوده فيه يعترف مع نفسه بعيوبه، هل هذا مهم في بناء الشخصيه؟ حلو. أكيد طبعًا. مهم. يعني أنا هضرب لك مثال بسيط آه بالنسبة مثلًا للأجهزة اللي إحنا بنشتريها، مهم. هل نعرف نشغلها من غير ما نشوف الكتالوج بتاعها؟ مهم. صحيح. فأنا مهم. تواصلي مع نفسي ومعرفتي لذاتي ومعرفتي لشخصيتي بأفكاري مهم. بمشاعري باحتياجاتي بأنا عايز إيه أنا عايزة أكون فين آه كل ده الكتالوج. صحيح. فأنا مش هعرف أشغل الجهاز إلا بالكتالوج. مهم. فأنا مش هعرف أبني شخصية ولا اعرف اطورها حتى لو هي مبنيه اوريدي او اعيد بنائها الا لما افهمها واعرفها كويس قوي في حكمه بتقول لا يمكن تغيير ما لا نعرفه فانا مش هقدر اغير في شخصيتي او اعيد بنائها او ان انا اسعى ان انا ابقى اتغير للافضل الا لما اكون فاهمها وعارفها الاول صح. فمهم جدا ان انا اتواصل مع ذاتي عشان اعرف ابني او اعيد بناء شخصيتي لكن يعني في في تفاصيل ممكن تحصل احيانا من بعض الاشخاص انه يقول ما ادري انا شنو احب عادي احب كل شيء ما ما تفرق معي دائما لما نساله اي سؤال المفترض انه ياخذ قرار كيفكم عادي اللي تشوفونه انسب ما عنده قرار واضح ما نعرفه هو شنو يحب او شنو يكره هل هذا يعني ان الشخص مثلا مو متصالح مع ذاته او مو متواصل مع ذاته بشكل سليم او بالعكس يكون هذه احد الشخصيات اللي متواصله مع ذاته بحيث ان عنده كل أمور تكون بسيطه يمشي مع اي راي ممكن او اي قرار ممكن ياخذه الغير تمام أه سؤالك حلو قوي لانه اللي اللي دايما انا مش عارف ما اعرفش ده عنده نوع من التوهان الحياتي توهان تايه هو أوه. مش عارف ده انسان عنده جاب بينه وبين نفسه مش متواصل مع نفسه فعايش زي كده حاجه اسمها مصطلح بيطلق عليه ان هو اللي عايش زي بشخصيه الغريب يعني زي المغترب كده لما بيسافر بره احنا لما بنسافر في مكان ما نعرفوش بتبقى رايح المكان لا انت عارف المواصلات فين ولا عارف المحلات فين ولا عارف يعني لسه بتبدا تكتشف بتبدا تفهم وبتبدا تشوف المعاني فين فده غريب عن نفسه هو مش عارف مش متواصل معاها <applause> فطبعا بالتالي كل ما هتقول له انت زعلان ليه؟ هيقول لك مش عارف طب انا مخنوق قوم نتمشى مع بعض شويه طب ايه مخنوق ليه؟ يقولك لك ما اعرفش طب زعلانه ليه؟ مش عارف طب ايه اللي مضايقك؟ مش عارف طب عايز تحب تشتغل ايه؟ اي حاجه اي شيء اي حاجه أي, شيء اي حاجه ده بتاع اي حاجه ده اعرف ان هو عايش فعلا بشخصيه الغريب محلو. محلو. في غربة بينه وبين نفسه مش قادر يتواصل معاها مش واصل الكلام ده زي ما احنا قلنا كل لما بنغوص في أعماق نفسنا ونبدأ نكتشف ونعرف بنقدر نوصل لمفاهيم أكتر فبتبدأ تتصل بنفسك أكتر فبتعرف نفسك أكتر ف... فراح تعرف ليش تزعل وليش معصب وليش تبي تروح او ما تبي تروح يكون عندك قرار أوبع. اه حلو. طبعا ما انت هتبدا بقى تعرف افكارك هتقدر صحيح. تعرف مشاعرك احتياجاتك عايز محلو. ايه مش عايز ايه كل ده هتبدا تعرفه طول ما انت ماشي في الرحله بتاعت اكتشافك لذاتك ان انا فاشي. اتواصل مع نفسي. حلو، يعني استاذه امل تعتبر التواصل مع الذات مهاره، مو اي احد يقدر يجيدها وصعبه على الكثير من الناس، فيعني مثلا لو شنو الاشياء اللي تساعدهم في التواصل مع نفسهم؟ مثلا خلينا نقول انسان يفصل الجسد عن الضمير. <applause> فلما يفصل يس... الضمير عن الجسد يعني يحاور نفسه فممكن هني انه هو يكتشف نفسه شنو المهارات اللي يقدر الانسان فيها يخاطب الذات هي موضوع ان ان التواصل مع الذات مهاره هي دي ميزه عشان الناس ما تتعقدش وتقول لك طب انا معنى كده ان انا مش متواصل فعشان الجمهور بس ما يتخضش هي مهاره فالمهاره دي ميزتها ان انا لو مش موجود عندي مش موجوده عندي اقدر اكتسبها ولو موجوده <applause> اقدر اطورها, أطورها. اقدر انميها فهي مهاره صح. تمام إيه الجزء بقى بتاع ان انا ازاي اتواصل مع ذاتي كيفيه التواصل مع الذات إيه ان انا أر... لازم ارفع من وعي اكون مم. انسان واعي ان انا ما اجلد نفسي إيه اكون يعني في فرق ان انا احاسب نفسي وان انا اجلدها إيه جلد الذات من ال... من, ال... من مدمرات من أحس. مدمرات الذات مم. فلازم ابعد كل البعد عن عن الموضوع ده. لازم ابدا اقعد مع نفسي، محتاج جدا ان انا يبقى عندي خلوه مع النفس. في ناس ما بتحبش تقعد مع نفسها والموضوع ده كارثي، في ناس بتكره تقعد مع نفسها، بتحبش تواجه حب. نفسها. صحيح، دايماً آه حب يكون في, في في تجربه عملوها صح. في جامعه هارفرد وجابوا ناس وعملوا معاهم تجربه وقالوا لهم احنا هنقعدكم لوحدكم بليميتد تايم، كان محدد لهم وقت معين فتقعدوا مع نفسكم الوقت ده من غير موبايل من غير كتاب من غير اي تواصل اي حاجه هم قاعدين مع نفسهم بس أه ولا نعرضكم لصعق يعني لصعق كهربي بس يعني ثواني كده وتمشوا مم. كانت النتيجه مخيفه مم. النتيجة إن كان 67% إيه. من الناس قالوا ننصعق وما نقعدش مع نفسنا. أه أو والله. مم. فطبعا في ناس ما بتحبش تقعد مع نفسها ما تحبش تولي. بس هي الفكره يعني اتوقع يمكن الناس خذتها بجانب سلبي يعني خذتها انها راح تقعد لحالها فممكن تشعر بالوحده او الخوف او 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 تمام لا هذا اساس تجه يمكن الاتجاه هذا ما هو لكن دا هو هذا أيوة. لكن انا لو ممكن أنا استمر من هذا أيوة. و... الوقت انا محتاج ان انا اقعد مع نفسي وان انا اتواصل معاها ده محتاج ومهم جدا مهم. ان انا افضل أ... يعني اقعد بقى اقرب من نفسي استمتع اتامل مهم. مهم. ابدا ان انا لا طبعا دي ليها 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 جانب ايجابي عالي جدا واهم حاجه اهم حاجه عشان التواصل مع نفسي ده اهم حاجه ان انا ما قلتش نفسي. مم. فعلا انا مره قريت كتاب لحق دكتور يقول عشت خمسين عاما لم اعرف من انا الا لما سالت نفسي من تكون؟ بالضبط. ف سنه صح. هو ما يعرف من هو، فلما سال نفسه منو انا؟ جاوب على نفسه انت منو؟ شنو تحب؟ صح. شنو تكره؟ شنو سلبياتك؟ شنو مم. ايجابياتك؟ عارفه يا روم من غير ما اقطع لكلامك الناس اللي ما بتسالش نفسها من اكون مم. او انا مين، دي عايشه مجرد ادوار في حياتها. مم. عايشه دور عايشه ادوار، عايش ان هو في الوظيفه اللي عايشها، عايش دوره كاب او ام او زوج او زوجه او كده، عايشين ادوار، عندهم وعي عالي جدا بالادوار اللي عايشينها لكن ما عندهمش وعي، هذا هذه آه. النقطة المهمة اللي انا ابي اتكلم عنها اليوم بعض اولياء الامور ممكن يكونون هم السبب بهذه الحالة اللي احنا قاعد نتكلم عنها انه ما ياخذ قرار، على سبيل المثال الاب والام دائما يظنون بان الاستقرار في في في, في, في مجال التخصص او الاستقرار في مجال الوظيفة هو الأمن لحياة هذا الولد على سبيل المثال أنه ادرس خلص من مدرسة دش الجامعة خلص من الجامعة صير دكتور صير مهندس صير أي وظيفة وتشوفينه دائما في خط يعني يعني ما قاعد ما قاعد يجرب ما ما اخذ تجارب في الحياه ما تعلم مجالات اخرى فهو وصل مرحله انه هو ما يعرف شيء غير هذه الاشياء اللي هو تاسس عليها هل هذا خطر ام واجب على ولي الامر يعطي فرصه لابنه او بنته ان هي تجرب مجالات ثانيه تكتشف طاقتها وين مواهبها وين والله هو طبعا هو واجب كبير على على الاهل لان من احد الاسباب عدم تواصلنا مع نفسنا ان احنا نشانا يعني في بيئه للاسف حطتنا في قوالب زي القالب زي القوالب بتاعه الثلج كده احنا اتحطينا في القوالب دي هم احنا نشانا هم يعني بمعاني كده انت شاطر او مش شاطر انت فاشل او ناجح انت متفوق او مش متفوق او مش متفوق انت يعني طبعا الكلام الاوبوزيت انا ما بحبش اقول الكلام النيجاتيف ده فاحنا الاولاد بيطلعوا ناشئين على الموضوع ده فبيبقى من احد الاسباب طبعا القناعات والحاجات اترسخت في دماغهم من الاهالي من الاهالي بقى طبعا وبعد كده من المدرسه وبعد كده من المجتمع وبعد كده يعني من المحيطين بقى فطبعا دي من الحاجات اللي بتعيق تواصلهم مع عاداتهم لكن انا لو نشأ في بيئه فيها فيها بقى المهاره دي او عندهم ان معودينهم ومؤسسين الولاد ان هم ناشئين بيتواصلوا مع عاداتهم جرب ايه المشكله اما تجرب حتى لو اخطات جرب تاني جرب تاني وجرب تالت لكن ان هو يجي يجرب انا اوقفه انا اكبته وأنا أقوله في نقطه اثرتها انت دلوقتي يا استاذ احمد من سؤالك ان التواصل مع الذات وان انا لما ارفع وعي في حاجه ملاصقه جدا للوعي لرفع الوعي انا عشان ارفع من وعي واتواصل مع ذاتي لازم يكون عندي فضول صحيح. الفضول في ايه بقى يكون عندك فضول وعندك فضول جدا ان انا اعرف نفسي واكتشف نفسي زي فضول الاطفال فضول الاطفال اللي بيبقوا طالعين من صغرهم عليه بيقعدوا يسالوا اسئله كده وجوديه هو العصفوره دي بتطير كده ليه هو ربنا موجود ليه طب احنا ليه بنعمل كده احنا بقى لو ما اديناهمش اجابات على الاسئله اللي هم بيسالوها دي بيحصل بقى اللي انت بتقول عليه <applause> <applause> اذا التجربه دائما تكون مهمه لصقل الشخصيه مشاهدينا مستمرين اكيد معاكم لكن بعد هذا الفاصل اكيد ما زلنا مستمرين في الحوار مع الاستاذه امل عن طريقه الحوار مع الذات استاذه امل يعني لو بنسال مثلا في اشياء تعيق التواصل مع الذات لكل طيب. شخص مثلا خلينا نقول عنده ضمير وفي ضمير مثلا خلينا نقول الخير وضمير الشر فهم من في ناس ما تعرف تتخاطب مع الضمير الخير والشر وتسوي حوار بين هالضميرين عشان هي إيه بالنهايه راح تكون بالنص فكل انسان عنده خير وعنده شر بس هو أكيد. يقرر ويختار شنو يبي يكون هبدا لك الاجابه بـ بـ بحكمه <applause> في موقف حصل كده ان واحد راح لحكيم فبيقول له اه انا بحس ان انا جوايا ذيبين اه اه ذيبين <applause> واحد خير واحد بيقول لي دايما بي بيحفزني على الخير والتاني بيحفزني على الشر فانا مش عارف مين فيهم اللي هينتصر في الاخر فقال له تتوقع مين قال له ما انا جاي اسالك انا مش عارف قال له اللي انت هتغذيه اكتر <applause> فاللي احنا بنغذيه اكتر هو اللي بيتغلب على الطرف مه. الاخر. صحيح. ولكن ده لا يمنع ان انا لازم اكون انسان مسؤول. مه. مسؤول عن ايه؟ مه. مسؤول عن اختياراتي، مه. مسؤول عن قراراتي اللي انا باخدها في حياتي فلازم انا اكون معيش دور الضحيه. ما بقاش عايش دور الضحيه،, عايش دور الضحية. انا مسؤول فانا لما بيكون وعي لما بيكون وعي بيرتفع مع تواصلي بذاتي فده بيخليني انا بوصل لمرحله ان انا بكون انسان مسؤول واعي بقراراتي واعي باختياراتي عارف أني انا اللي بختار وانا اللي بقرر انا مش ضحيه مم. لحد ممتاز يعني اليوم هذه الجزئيه لو نربطها ايضا في اليوم تواصل مع الذات هل هي وسيله تساهم في الابداع او من اساسيات الابداع ان الشخص المبدعين اللي نشوفهم هل هم مم. فعلا متواصلين مع ذاتهم بدرجه كبيره مثلا من خلينا نقول الوضوح؟ اكيد طبعا مم. اكيد هو يعني اولا لا ابداع بلا شغف مفيش حد هيقدر يبدع الا لما يكون عنده شغف او عنده حب للحاجه اللي هو بيعملها صح. طب هو حب الحاجه اللي هو بيعملها دي ازاي هو اكتشف وعرف وفهم هو عايز ايه فهم احتياجاته ايه فهم اللي هو يعني امكانياته هو ايه فهم قدراته ومهاراته وقدر يتواصل لانه بدا يعرف انا عايز ايه وايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبوش وبدا يجرب فلما بدأ يجرب بدأ يبدع المشكله إن الناس متخيله إن المبدع ده لازم يكون هو هو كده مبدع لازم يكون حاجه ما حصلتش صحيح. لا طبعا ما هو يعني هو هو اللي بيبدأ الكلام ده لما بيكون بتواصل مع نفسه بيبدأ يكتشف صحيح. الحاجات دي من جواه ويبدأ يحط إيده بقى على إيه اللي أنا عايزه أو إيه اللي أنا بحبه أو إيه اللي أنا أقدر أبدع فيه صحيح. فأنا لو خليت كل واحد كل طفل كل شاب يبدا يركز على على احتياجاته وعلى الحاجات اللي هو بيبدع فيها مهاراته فين امكانياته في ايه هيبدع كل واحد هيبدع في المجال بس يكون بيحبه مم. حلو جميل ممكن في مقوله انا دايما اكتبها ان الانسان بعض الاشخاص يعيشون في الماضي او يعيشون في المستقبل انهم يفكرون في احلام المستقبل وتعيش على الماضي وتنسى اللحظه الحاليه اللي هي عايشه فيها هل مم. هذا دليل على عدم الاكتفاء بالذات او القناعه الذاتيه هو طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن المحيط اللي حوالينا، ما نقدرش نستغنى عن الناس اللي حوالينا، تمام؟ لكن انا لما اعلق نفسي او اربط نفسي او اتعلق باشياء او باشخاص في حياتي انا كده حصرت نفسي. يعني انا لما اتعلق بشخص طب لو الشخص ده توفى هتلاقيني وقفت واتصدمت صحيح وعمال اقول انا كده هكمل حياتي ازاي مه. هكمل حياتي ازاي انا انا دا يعني الدور الدور ده مش هعرف امارسه تاني مه. انا حياتي كده وقفت وتحس ان الدنيا كلها حواليك حوالين الواحد اتدمرت خلاص ما بقاش صحيح. في حياه مه. ليه لان انا فقدت الدور ده او فقدت الشخصيه دي انا حصرت نفسي هنا لكن انا مش ده انا صحيح مش ده أنا، أنا لا اللبس اللي بلبسه ولا الشخصيات اللي بتعامل معاها ولا الأدوار اللي بقوم بيها ولا الوظيفة اللي أنا بمتهنها ولا الكلام ده كله، أنا حاجة تانية وأسمى, وأسمى من كده بكتير، أنا حاجة كبيرة، فإن أنا أعلق نفسي بحاجات وأشغل نفسي بأشخاص أو بالعيش في الماضي أو الكلام ده كله ده هيعقني، هيعقني إن أنا أتواصل مع نفسي، إن أنا أتواصل مع ذاتي، لكن أنا لما أبدأ أتواصل هبقى على وعي وهرفع من وعي وهبقى على وعي وادراك ان انا ثم انا وبعدين نيجي في الترتيب بعد كده ثم بقى يعني يمكن احنا ما نبي يمكن ما بيدخل بالفلسفه كثير لكن اليوم جزئيه الادراك الذاتي بين انا اكون مدرك تماما الاشياء اللي انا تستهويني او اللي انا احبها لكن لما اواجهها في المجتمع والعادات والتقاليد والمبادئ والمحيط وخلينا نقول الاصدقاء اكتشف انه راح يكون في رادع او في امور راح تمنعني من الاستمرار في هذه النقطه هني لو نبي نرجع للتصالح او او التواصل مع الذات لما يكون في تصادم مع المجتمع او العادات والتقاليد شلون ممكن تصرف في هذه الحاله انا النهارده زي ما احنا قلنا ان انا احيانا ممكن ابقى نشات اوريدي عندي قناعات وعندي مسلمات مثلا في المجتمع يعني مثلا زي الحاجات اللي احنا اتربينا ونشأنا عليها زي مثلا لما احنا اتربينا يقول لك الفلوس وسخ دنيا فلوس مين اللي وسخ دنيا طب ما انا الفلوس دي وسيله بس هي مو وسخ دنيا هي طبعا مش وسخ دنيا ويقول لك لا انا ما اقولش ان انا بحب الفلوس لا يقولوا عليا انسان مادي طب ما هي انت يعني من غير الفلوس ما هي وسيله مش هتعلم مش هزود مش هعرف اعيش مش هعرف صحيح. ان انا اصرف مش هعرف ما هي وسيله صحيح. لكن مش وسخ دنيا لكن انا مثلا لما يقول لك القناعات مثلا ان إيه إيه يعني قيس على ده بقى كل المجتمع إيه مثلا احنا مثلا عندنا في مصر وما اعرفش بقى يعني في المجتمع الثانية اه يعني ان ان اعتقد موجوده في المجتمع يقول لك إيه مثلا امشي في جوازه وما تمشيش في جنازه والنقيض بقى والنقيض إيه ان يا بخت من وفق راسين في الحلال م. طب انا اوفق ولا انا همشي في جنازه ما هو انهي انهي الصح فاحنا في معتقدات مش كل اللي احنا اتربينا عليه صح في معتقدات كانت مغلوطه في معاني احنا طلعنا بيها مغلوطه فانا النهارده لما اكون انسان واعي وفاهم وقادر اتواصل مع ذاتي هعرف احدد وهعرف هعرف افرق هل ده صح ولا غلط ايه القناعات اللي انا طلعت عليها دي ونشات عليها فابدا بقى اتساءل هل ده يتناسب معايا ولا لا وبما انه بعيد عن الحلال والحرام يبقى إيه خلاص هو تطرقنا للدين بنحاول نطبق أيوة. للعادات والتقاليد والامور اللي ممكن نفهم ممكن أوه. يتم تغييرها يعني تمام احنا دلوقتي خلينا نتفق ان انا مثلا المسلمات او العادات والتقاليد او الحاجات دي ممكن هيكون مصدرها ثلاث حاجات صحيح. اما ان مثلا يقول لك ربنا اللي قال او ان يقولوا لك مثلا ايه ان العلم اللي قال او ان المجتمع بقى والمحيطين هم اللي قالوا طب لو ربنا اللي قال دي ما فيهاش كلام سمعنا وقطعنا صحيح. صح صح <applause> طيب لو العلم اللي قال العلم برضه هو اللي لسه آه قايل ان الارض مش كرويه <applause> يعني يحتمل الصحه الصحه والخطا صحيح. يعني انا اقدر اعمل سيرش او اعمل بحث واشوف هل الكلام ده صح ولا صحيح. غلط <applause> طيب اتبقى مين <applause> المجتمع والمحيطين <applause> المجتمع والمحيطين دول زيي وزيك بني ادمين وعادي <applause> جدا برضه ممكن يخطئوا وممكن يصحوا <تصفيق> <تصفيق> لكن انا بوعي <applause> اقدر احدد هل ده صح ولا غلط وزي ما قلنا مدام بعيد عن الحلال والحرام قابل للتغيير نرجع من ساعة طرقتي أستاذة أمل لجلد الذات نقول مصطلح الثاني هو تأنيب الضمير تأنيب الضمير شيء مهم في أن الإنسان يصحح من أخطاء أو يصحح من نفسه بس إذا وصل لمرحلة يجلد فيها ذاته ويؤنب الضمير بشدة آه شنو أثر هذا الشيء على النفس؟ طبعا هو جلد الذات من مدمرات الذات أوه. هو شعور سلبي شعور سلبي ما بيركزش الا على السلبيات والاخطاء أوه. اللي الواحد بيعملها بس أوه. هو ده اللي بيعمله أوه. نوع من تانيب الضمير بس زياده عن ح... زياده عن اللزوم يعني إيه. اه زياده عن حده فبيؤدي لايه بقى بيؤدي ان انا ممكن اوصل لحاله نفسيه سيئه ياثر على نفسيتي و... ويضغط عليا عصبيا فبيؤدي لحاله انه طبعا يؤثر على باقي جوانب حياتي <applause> جلد الذات بيعد دلوقتي من الامراض النفسيه اللي الانسان ممكن يتعرض لها في <تصفيق> حياته <تصفيق> لانه بيركز على اخطائك وبيركز على السلبيات فقط ويضخمها بقى <applause> مش غلط ان انا اعاتب نفسي او الومها لكن اللي غلط انك ان انا اركز على الاخطاء بس <applause> في التقييم <تصفيق> <تصفيق> يبقى انا كده بدمر نفسي بالبطيء <applause> 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 عادي ان الواحد يخطا وعادي جدا ان انا ان انا اركز على ان ده الخطأ صحيح. يعني ما اديش معنى لنفسي مم. مش عشان انا اخطات لكن مش انا خاطئ مم. انا فشلت لكن مش انا فاشل تمام صحيح. فعشان بس نفرق الحياه كلها عباره عن دروس مم. حتى بالصعب اللي فيها مم. فانا المفروض اتعلم منها لكن ما اقعدش الوم نفسي عليها مم. ونقطه مهمه جدا ان انا افرق ما بين جلد الذات وتانيب الذات مم. ان انا او محاسبه الذات م -م. ان انا احاسبها دي ده شعور ايجابي صحيح ان انا اقعد اشوف نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندي صحيح. ساعتها هبص على الجانبين م -م. ال الضعف السلبيات والايجابيات م -م. الضعف والقوه وابدا اسعى للتطوير صحيح. لكن انا متقبل نفسي كما هي واسعى للتطوير صحيح. ولكن جلد الذات زي ما قلنا حاجه ثانيه خالص سلبي اذا الانسان متصالح مع نفسه دائما يكون ايجابي ومتفائل واحنا اليوم اكيد سعدنا في وجودك معنا استاذه امل وان شاء الله نلقاك اكيد في حلقات قادمه إن, ان شاء الله سعيد لك استاذه امل سعد الدين على وجودك معنا وعلى المعلومات الجميله وان شاء الله فعلا مثل ما قال زميلي احمد نتطرق لمواضيع ثانيه إن شاء الله. عن النفس إن شاء الله. والذات مشاهدينا اتمنى انكم استفدتوا من هذه الفقره مكملين معكم ولكن بعد الفاصل مشاهدينا مؤتمر المرأة العالمي ومسابقة البرمجيات لخدمة المجتمع تم يوم الخميس من الثمان إلى الثلاث وأكيد في أكيد أحداث وأمور حصلت في هذا المؤتمر راح نتعرف عليه من خلال تواجد أروى الجاسر وأيضا زينب محمد منسقين مجموعة صناع التغنية النسائية جوجل الكويت حياكم الله. حدا. الله يحييك. يا هلا مرحبا فيكم في البداية يعني نحب أنكم تكلمونا عن مؤتمر المرأة العالمي. أوكي. مؤتمر المرأة العالمي كان أول مؤتمر يتم من قبل وومن تك ميكرز جروب الكويت صار صادف في ثمانية ثلاثة في جامعة الخليج كان عبارة عن أقدر أقول حدثين صاروا تموا بنفس الوقت الأول كانت مسابقة البرمجيات اللي هي بدينا فيها من الصبح تقريبا لخذينا ليل ثمانية مساء انتهت آه كانت تركز المسابقه على حل ثلاث احد ثلاث المشاكل الاجتماعيه اللي هي الوعي في دومستيك فايلنس والستارت اب وذ جفرمنت وكذلك آه المشكله الثالثه اللي هي الـ Accessibility فور Disabled بيبل قعدوا آه معنا كونا تقريبا احنا ثلاث فرق شاركوا معنا بنات من جميع الخبرات اللي عندهم خبره واللي ما حلو. اللي تقريبا خبرتهم محدوده في البرمجه مم. وقدموا لنا حلول جميله صراحه وكذلك العصر صار عندنا الايفنت اللي هو الحلقه النقاشيه ناقشنا فيها موضوع المراه في مجال التقني في الكويت في مجال مم. العمل واذا كذلك الإيكوسيستم ونظام الستارت ابس مع الـ في الـ مع الـ حكومات يعني زينب بدنا نتعرف اكثر عن اهداف هذا المؤتمر لو تكلمينا عنه المؤتمر كان هو اجى بالتزامن مع يوم المراه العالمي أه فمن خلال Convention الـ 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 اللي صار والمسابقه البرمجيات كنا بنحاول انه نعطي مجال للمراه انه تورجي حالها للمجتمع وتقول انه انا انا فيني فيني اكون ذكيه وفيني اكون سبت. قادره اني اطور برمجيات واقدر اساعد المجتمع بالثري بالـ بالـ ثيمز اللي قالت عليهم اروى وكذلك قدرنا نحاول انه كمان ما نخليه بس للنساء كمان الرجال كانوا موجودين وكانوا فعالين معنا. الحمد لله ف... أعطيتهم فرصه يعني يس الحمد لله. فقدرنا انه نكون مثل بلاتفورم جمعنا فيهم الديفلوبرز الجرافيك ديزاينرز والناس بتعرف بالبزنس وكيف تسوق البرودكت وجمعناهم بتيم واحد وقدرنا انه قدرنا نعطيهم المينتورينج انه الناس تيجي تساعدهم إلهم خبره وسكيلز بالمجتمع وقدروا يطوروا بروجكتس حلوه <متفق> الحمد <الحمليحل متفق> لله يعني اروى لو بنسال من هم اهم الجهات اللي شاركت في هذا المؤتمر؟ <متفق> صراحة رعاتنا الرسميين <متفق> بنك الخليج كان <متفق> وإليفيشن برجر <متفق> <متفق> كذلك عندنا احنا رعاتنا انجينيرز وذات بوردرز كويت سوفت وير والجهه الثالثه الفيشن المسابقه البرمجيه اه ايه ايه فيجن بلس فيجن بلس فاللي صار انه عندنا ثلاث جهات ترعوا احتضنا والمشاكل تقريبا قدموا لي اياهم آه كانت هما من الـ من الاطراف الان جي اوز خلينا نقول اللي هم جمعيات نفع عام آه كذلك عندنا سبورت من يعني عده قصد نفسهم وفروا لنا المكان وال والاوديتوريوم مالهم مم 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 فاحنا جدا شاكرين لهم ونتمنى ان شاء الله نكون في السنه الجايه نقدم شيء اكبر وعلى مستوى اقوى ان شاء الله ان شاء الله يعني حلو وجود الرعاه والمساهمين بحيث انه يطلع هذا الموضوع بالصوره اللي انتم تتكلمون عنها لكن زينب يمكن بنوقف عند نقطه خلينا نقول الخبرات اللي تم تبادلها بين الاشخاص الموجودين مثل أصحاب التجارب السابقة والناس اللي يمكن جديدة في هذا المجال فتحب تكتسب هذه الخبرات شنو الأنشطة اللي تمت اللي بدت عملية تناقل الخبرات الاكسبيرينس بين الناس اللي عندهم اكسبيرينس طويل أو الجدد <تأكلم> هلا اول شيء الصبح بلشنا بانه نعرض البروبلمز الموجوده بعدين أه تقريبا على الساعه 11 12 جمعنا كل المشتركين وكان في ثلاث أه شوبس أه ورش عمل صارت بنفس الوقت اللي هي تطبيقات أه كيف انت تطوير تطبيقات الاندرويد الاي او اس والويب ديفلوبمنت كل واحد راح شوب اللي هو حاسس انه بيقدر يعمل منه شيء او <تأكلم> they are interested in <تأكلم> وبعدين أه الناس قدرت تحاول انه مثلا انا بحب اطور بهي اللغه وانا مثلا شايف هي الفكره فالناس اشتغلت مع بعض وخبره من هون وكلمه من هون وشغله من هون عملوا بروجكت مع بعض <applause> جميل يعني اروى بعد هذا الانجاز وهذا المؤتمر شو المؤتمرات او الانجازات القادمه اللي انتم مفكرين تسوونها احنا تقريبا ان شاء الله عندنا كل شهر قاعد نسوي دورات <applause> آه بلشنا نحن اللي سويناهم خلينا نتكلم عن دورات سابقه صارت عندنا ويب ديفلوبمنت آه والاندرويد آه والموبايل سيرتيفيكتس ان شاء الله راح تجي لنا الكلاود المشين ليرنينج آه دوراتنا كلها مجانيه هل. فاي شخص ممكن يشاركنا فيها آه احنا ما نسعى ان احنا نحتضن فقط المبرمجين اي شخص مهتم في البرمجه آه، حياه الله راح تضمون اكثر من من خلينا نقول آه، ورش إن شاء عمل الله. او دورات تدريبيه ان شاء الله هذا تركيز بس يمكن النقطه اللي بتكلم عنها لتش اروى واكيد زينب بنفس الشيء انتم كمجموعه اليوم قاعد تقدمون قاعد قاعد هذه الاشياء فور فري وتبون الناس تشارك معكم زين شنو اهدافكم؟ آه الهدف من كل هذا قاعد تسوونه الهدف ان احنا نبي نكون لان انتم قاعد community. تتعبون صح؟ اي صحيح مجهود صحيح. هذا صح. فشنو اهدافكم مم. كمجموعه؟ آه، احنا نبي نكون كوميونتي نبي سبورت سيستم انا كشخص دشيت في مجال البرمجه احتجت اني اكون او اكون مثلا مع ناس مبرمجين استفيد من خبراتهم هذا اللي احنا نبي نكونه سواء كانوا مبرمجين خلينا نقول متطورين م. ومتقدمين عندهم خبرات سنوات خبره عديده أو شخص فقط مهتم في البرمجة لا شهادة ولا ما عنده أي شيء مثلا فقط اهتمام فنجمع الشخصين مع بعض يتبادلون خبراتهم <applause> هذا يمكن أهم شيء اللي نبي نكونه في المجال التقني صحيح. آه وكذلك هم نعطي آه دور للمرأة آه دعم آه من قبل آه من قبل المحيط فيها يعني <applause> مثلا في أحد الأمور اللي صارت عندنا في يوم المرأة العالمي أن وايد بنات او وشباب كذلك لما سمعوا المحاضرات استفادوا مم. شافوا الخبرات خصوصا ان اشخاص مختلفين بلشوا مثلا بشهادات معينه والحماس ماسكين مناصب ما شاء الله اللي بمايكروسوفت اللي في جامعه الكويت والى اخره عده مناصب مم. فمثل هالامور مثل هالقصص تلهم مم. الشباب الصغير صحيح. إن انه ينجز باكر وينشا مم. صحيح فهذا مم. اللي مم. للامانه كل الشكر لكم على مجهودكم اروى جاسر وزينب محمد كلمه اخيره حابين توجهونها اروى نبلش بعدين زينب اوكي يعطيكم العافيه بالبدايه على استضافتنا وحابين نشكر احنا كل شخص دعمنا وأيد القضيه واي شخص حاب يدعمنا يتواصل معنا عن طريق الـ عندنا انستغرام او الميت اب تحبين تقولين انستغرام اكونت ايه؟ تقدرين اوكي اه. اه دبليو تي أم كويت م -م. Uh, هذا الانستغرام كذلك في الميتاب بيج uh, يسجل معانا ويكون عضو في المنظمه اي ايفنت احنا نحضره راح نبلغه ان شاء الله ان شاء الله <applause> زين اول شيء حابه أشكركم كثير على الاستضافه سالمك. الحلوه ثاني شيء بتوجه للشكر للدكتوره زينب اللي اعطتنا الفرصه انه تاسس مثل <applause> مثل هيك بروجرام ان تساعد كل الناس وخصوصا <تصفيق> المراه <تصفيق> في مجال التقنيه وكمان بدنا نشكر كل الناس اللي ساعدتنا بالمؤتمر لانه نحن يعني نحن شخصين بس عم نحكي بس كان في كثير ناس ورانا فولنتير <applause> <applause> والتيتشرز والمنتورز وكل الناس اللي صحيح. قدرت تساهم بهذا النجاح فبدنا نشكرهم كلياتهم وان شاء الله عم نطلع على نجاح منها ان شاء الله واكيد احنا نشكركم نشكر التيم اللي معاكم شكرا. اللي اشتغلتوا بهذا الموضوع وان شاء الله نشوفكم بمؤتمرات اكبر واكبر وتوصلون لهدفكم ببناء مجتمع واعي في في مجال البرمجه وهذه الامور شكرا. كل توفيق لكم مشاهدينا وصلنا الى نهايه الحلقه نلقاكم على خير بحلقه قادمه مع السلامه